شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية فجر اليوم، طالت أكثر من 40 فلسطينيا. وبحسب مراسل التلفزيون العربي، فقد داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل فلسطينيين في كل من مدن الخليل وجنين ونابلس بدعوى بحثها عن قطع سلاح. في سياق متصل، ارتفعت حصيلة شهداء الخليل أمس إلى 3 بعد استشهاد الشاب إياد جرادات البالغ من العمر 19 عاما من بلدة سعير الليلة الماضية، متأثرا برصاصة أطلقت على رأسه خلال مواجهات دارت في المنطقة.